اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفرة سالي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كذا وصفه. هنعمل مع بعض مكرونه بالفاصوليا الخضراء، وهنعمل مع بعض كمان بقلاوه بزبده فول السوداني، وان شاء الله هنعمل مع بعض مشروبات لتقويه المناعه. لاول وصفه احنا معانا مكرونه ايطاليانو، هقول لكم على المقادير. معانا كيس مكرونه فيتوتشيني ايطاليانو مسلوقه الدنت، زي ما احنا ملاحظين في دلوقتي كمان الشكل الفيتوتشيني ما كانش موجود منه في مصر، فدلوقتي موجود منه الشكل ده، وطبعا مسلوق نص سلقه ومقلبينه في معلقه زيت. معانا صدرين فراخ مقطعين شرايح او مكعبات. معانا ربع كيلو فاصوليا خضراء مقطعه، كوباية طماطم مكعبات او تشاري اللي موجود، ربع كوباية زيت زيتون اسود، شرايح اوراق روزماري طازة او بودرة الروزماري زي ما تحبوا بحيث ما تضطروش تشيلوه، وعندنا مرقة حسب الاحتياج، ومعلقتين كبار زيت، وبصل بودرة وتوم بودرة. دايما البصل بيبقى كميته اكتر من التوم، يعني ربع مثلا معلقة توم بودرة او نص صغيرة، بودرة البصل بتبقى أكتر الضعف، ومعانا ملح وفلفل أسود. للزينة معانا جبنة بارميجان أو جبنة رومي ما تكونش قديمة، تكون نص تقريبا، ومعانا للزينة لوز محمص، روزميري زي ما تحبوا. أول حاجة احنا بنحط الطاسة تسخن معانا عشان الفراخ. هنحط الزيت، الطاسة تسخن، وبعدين نبتدي ان احنا نحط الفراخ معانا. مش هقلبها في الاول زي ما اتفقنا دايما كده عشان ايه ما تنزلش مية. هنزل عليه ملح وفلفل، الروز ميري لسه بسيبه ما بحطوش في الاول، ولكن ممكن نحط دلوقتي بودرة الثوم وبودرة البصل. اول ما احس انها ابتدت من تحت ان هي خلاص تاخد لون معانا، ببتدي بقى بشويش ان انا اقلب كده واحدة واحدة. تمام. الطماطم مش هحطها في الاول، يعني الطبيعي ان احنا دايما نحط الطماطم في الاول، لا انا عايزه الطماطم تبقى زي كاني بحطها في سلطه، تبقى ليها لسه يعني طعم مش مستوي معانا قوي. تمام. الروزماري هقدر احطه اول ما الفراخ خلاص تستوي معايا، وبعدها على طول الزيتون. بالنسبه للفاصوليا الخضراء، احنا الفاصوليا الخضراء لو احنا هنجيبها طازه واحنا هنقطعها بنديها سلقه الاول سريعه، مش لازم ابدا تتهري مننا، يعني سلقه بحيث ان يبقى فيها قرشه. لو احنا جايبينها المتفرزنه فخلاص بتبقى واخده تقريبا سلقه، فممكن ان احنا ايه بسهوله نستخدمها على طول، نفكها بس ونستخدمها على طول. you
او اول ما الفراخ بتبتدي خلاص تاخد معانا لون، مهم قوي تاخد لون عشان تدي طعم احلى. لو هي لونها ابيض بتبقاش طعمها حلو زي لما تاخد اللون الذهبي معانا. تمام، هبتدي بقى ممكن انزل دلوقتي الروزماري عليها عشان ما يتحرقش، لان في الاول ممكن يتحرق مننا. الروزماري ينفع نجيب منه الطازه على فكره ويتفرزن عادي جدا. طيب بعد كده بحط بقى المرقه شويه صغيرين كده، وبرده لسه هسيب الفراخ تستوي معانا شويه، لسه مش هتكون استوت تماما فلازم نستنى عليها تستوي معانا. طبعا انا رتمي في الهواء دلوقتي اسرع منكم في البيت. تمام، احنا بنستنى عليها شويه لغايه ما تبتدي خلاص تستوي. ابتدي بعد كده بقى اروح منزله عليها الزيتون والفاصوليا. الفاصوليا لو لسه محتاجه تستوي ففي التوقيت ده مع الفراخ نديها الوقت المناسب، بس انا عايزاها لسه فيها قرشه. لو حابين تسووها كده او تكونوا مسوينها بره وينفع نستخدم ميتها لو متبقي معاكم ميه، لان دايما الفيتامينات بتاعه الخضار بتنزل جوه الميه في السوا. تمام، اخدت سواها خلاص، اروح منزله الطماطم. زي ما قلت الطماطم معايا هنا غير طماطم عادي، مش عايزاها تستوي، لا انا عايزاها المره دي تبقى طماطم زي كانه في السلطه، مش عايزاها مهريه، وبتبقى حلوه قوي بالشيري توميتو. واخر حاجه هنزل عليها مكرونه الفيتوتشيني من ايطاليا. انا مش عايزه الكميه كلها، انتوا ممكن بقى حسب تتحكموا عايزين كميه كلها ولا قد ايه مكرونه، دي حسب الرغبه. في الحالة دي احسن تقليب بيكون بالتونج علشان تعرفوا تتحكموا احسن. مش بنغلي بقى كتير بعد ما بنحط المكرونة، يا دوبك ايه تتشرب الطعم معايا. ودي طريقة مختلفة للمكرونة عن التقليدي اللي احنا متعودين عليه. عايزاكم دايما تجربوا الجديد والمختلف علشان ايه، التنويع ده بيفرق جدا جدا في البيوت، منبقاش دايما بنعمل التقليدي بس. خلاص كده تمام معايا، مش محتاج ان هو يقعد اكتر من كده خالص. نبتدي ناخده ونقدمه. الوانه جميلة جدا زي ما احنا شايفين، والطعم كمان. اخر حاجة هنرش عليه بقى شوية الجبنة وشوية اللوز المحمص، طبق مختلف وجديد وان شاء الله يعجبكم. احنا كده خلصنا وصفة المكرونة، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض وصفة الحلو، وبعد كده مشروبات لتقوية المناعة ان شاء الله.
لكم معانا من الفاصل، وبتمنى يا رب طبق المكرونه اللي قدمناه في الاول يكون عجبكم كفكره جديده ومختلفه. هنعمل دلوقتي مع بعض بقلاوه بزبده فول السوداني بحشوه مميزه بزبده فول السوداني. ينفع نستبدل زبده الفول السوداني باي نوع زبده مكسرات تاني. البندق بيتطحن لغايه ما يبقى زبده، اللوز بيتطحن لغايه ما يبقى زبده، كاجو بيتطحن لغايه ما يبقى زبده، اي نوع مكسرات انتوا حابين، تمام؟ بس هي الفول السوداني عشان اكتر حاجه اقتصاديه. طيب تمام، احنا دلوقتي هيبقى معانا سمنه جنه هنسيحها على النار. انا بس هاخد جزء اسيحه دلوقتي على النار عشان اقول لكم على المقادير ونكسب شويه وقت. ولا خليني احسن اخد بحاجه ناشفه. عشان هي دي اللي هنحتاجها واحنا بنعمل الطبقات. نحطها بقى كده ونقول المقادير اللي معانا. معانا سمنه جنه متدوبه حسب الاحتياج، شربات تقيل بارد ده بيبقى دايما كوبايتين سكر على كوبايه ميه. معانا للحشوه بقى، احنا طبعا معانا برضو لفه جلاش. للحشوه معانا نص كوبايه زبده فول سوداني او اي نوع زبده انتوا حابينه من مكسرات، معانا نص كوبايه كريمه خفق حلويات سائله، ونص كوبايه سكر بودره او اكتر، ونص كوبايه اعتذر كوبايه ونص من كريمه الخفق تكون مخفوقه. اوكي، كريمه مخفوقه. حسب الكميه بقى انتوا، حسب الاسطوانات اللي انتوا عاملينها اللي انا هوريها لكم دلوقتي، ممكن تضاعفوا كميه الحشوه. يعني انا عاملاها كوبايات دلوقتي مش انصاص، تمام؟ عشان حشوه هحتاجها اكتر. طيب هنعمل ايه؟ احنا معانا كمان لزينة موز برضو حسب ما تحبوا. انا كده تمام السمنه كده دابت معايا حلو جدا. هنبتدي بقى نعمل ايه مع بعض. معايا اللفه اهي، في كذا طريقه بقى لعمل الاسطوانات. في طريقه بنهدر فيها وفي طريقه مش بنهدر فيها. ازاي؟ الطريقة اللي مش بنهدر فيها اللي هي ببتدي اخد عندي، طبعا ايدي مغسولة ومتعقمة بس عشان بأكد كل مرة. الطريقة اللي مش بنهدر بيها هوريكو بنعملها ازاي. انا بجيب من سمنة جنة، ببتدي بقى بالفرشة معايا على طول في ايديا كده، فرشة اساسي. بس زياده ده ببتدي بقى اخد بالشكل ده ورقه ورقه، تمام؟ واعمل كده وابتدي تاني ادهن. لازم ما بين كل طبقه وطبقه نكون دهنين سمنه، لازم. وابتدي ان انا لازم بقى الكاميرا تيجي من فوق عشان ايه نعرف نوري. ايوه، اروح خلاص بعد ما دهنت بقفل كده، بس بخلي بالي ان انا لسه مازال شكل الصينيه على دايره، تمام؟ واقفل دي واحطها الطبقه الثانيه بالشكل ده، وتاني نحط سمنه. مهم جدا ما بين كل طبقه وطبقه، واقفل على جوه بحيث دايما يبقى الشكل دائري معايا، تمام؟ ده الشكل اللي هو بنكمل، بنفضل نقفل طبقه فوق طبقه بالشكل ده، تمام؟ اهو تاني كمل معاكم. لازم تاني هنا نحط سمن عشان يبقى كل طبقات مقرمشه، وارجع تاني اعمل القصه دي ونحط السمنه ونقفل كده الطبقات، تمام؟ ونقفل كده ونحط السمنة تاني ونقفل على جوه بحيث انها تقفل معايا شكل دائري. طيب ونحاول ان احنا جزء نحطه كمان في النص عشان ما تبقاش الحتة اللي فوق دي دايما اللي برة دي هي اللي تقيلة كلها عجين وفي النص ما فيش. دي طريقة. في طريقه تانية بقى ان انا بجيب القالب نفسه كده شكل الفورمه اللي انا شغاله بيها، وابتدي ان انا اقطع
حسب القطر اللي معايا اللي هستخدمه. تمام، يعني انا عندي اهو مثلا دايرة هنا تبتدي هنا، هي دي عشان مش جاية فيها حافة فهتبقى شوية، بس هبتدي اعمل شكل كده تقريبي، وانا اللي ايه هقطع بعد كده عليها اهو تقريبي. تمام، هبتدي بقى اقطع كده نفس الشكل بتاع الايه القالب. طبعا انا حاولت على قد ما اقدر اروح للطرف علشان ايه ما اهدرش كتير، يعني اقدر اعمل هنا دايرة كمان في الحتة التانية دي. النص التاني ايدي فين؟ هنا في النص التاني ده. تعالوا بالكاميرا بس معلش بعيد شوية. هنا انا لسه عندي مساحة اقدر اعمل هنا دايرة تانية اهو، عشان كده انا باجي الطرف قوي عشان ما اهدرش. تمام، انا معايا اهو ده كده اللي هستخدمه. نبتدي بقى تاني، ده دي الطريقة التانية. بحط السمنة وهحط طبقة طبقة بشكل بقى بسيط جدا وسهل، واحدة فوق التانية، ما اقعدش اتني بقى، واحدة فوق التانية. خلاص، لغاية ما اقفلهم للاخر. بنعمل هنا مثلا بتاع 7 8 9 10 طبقات حسب انتوا عايزين السمك قد ايه. طيب الاجزاء اللي هي في الطرف دي انا معايا بقى هنا، هو ده اللي مهدر، هو ده الاطراف دي اللي مهدرة دي. في طريقة تانية ان الواحد ممكن يستخدمها، يعمل يكرمشها ويعمل منها بقلاوة مكرمشة، او ببتدي ان انا اخد الاطراف دي اهي باخدها وابتدي ان انا اقفل برضو بيها، يعني اجي هنا كده طرف طرف اقفل بيها بحيث ان انا اقفل بيها في النص، ما بيبانش في النص بس ما بيبانش. تمام، بس لازم يدهنوا سمنة كويس جدا. طيب كده احنا شرحنا، بعد كده بدخلها الفرن على 180 درجة تاخد اللون الذهبي معايا، بيبقى شكلها في الاخر بالشكل دوت. بحط الشربات عليها، الشربات يكون ساقع ينزل على البقلاوة السخنة، أو العكس البقلاوة لو سقعت ننزل بالشربات الايه السخنة عليها، عكس عكس على عكس الايه البسبوسة. البسبوسة بننزل بتبقى البسبوسة هي اللي سخنة والشربات سخن، لازم الاتنين يبقوا سخنين. تمام، يبقى احنا فهمنا الخطوة بالطريقتين اللي انا قلت عليهم. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنحشي. احنا معانا قلنا دي حشوات افكار، يعني انتوا ممكن تحشوا بالكريمه باي حاجه انتوا عايزينها، بس دي فكره مختلفه شويه. احنا عندنا دلوقتي زبده فول السوداني والكريمه اللباني وسكر البودره، هننزل كل ده. مع بعض وهنخفقه ونقدر ان احنا بسهوله نحشي بيه كطعم مختلف. يعني دايما بقلاوه بتبقى حلوه بمكسرات، بدل ما تبقى مكسرات باينه ممكن تبقى زبده مكسرات، تدي طعم حلو جدا برضو، وبرضو تعتبر فكره مختلفه. كل الافكار دي مناسبه جدا لايه رمضان. يبقى انا حطيت زبده فول السوداني والكريمه اللباني السائله، تمام، وسكر البودرة، وهضربهم دلوقتي، مش هحط دلوقتي الكريمة المخفوقة دلوقتي خالص. نضرب ممتاز كده بقت. بصوا ممكن تضغطوها بالشكل ده، انا بقى هزود عليها كمان لسه كريمه مخفوقه عشان اخليها على شكل موس معايا، انا عايزاها تبقى واخده قوام الموس. يبقى معايا كمان كريمه مخفوقه على جنب، سواء كريمه لباني او بودره كريم شانتيه مخفوقه بلبن،
ونقلبه بحيث بقى ده يتقلب بشويش عشان يبقى زي الموس معايا زي ما احنا شايفين كده. ما نقلبش جامد عشان نطيرش الهوا، بس ايه يتجانس كله مع بعض. تمام كده تجانس كريمة الايه المكسرات، عملناها بشكل موس حلو قوي قوي نقدر نحشي بيه. هبتدي بقى ايه اخد معايا بقلاوه اللي متشربه خلاص، ضروري تكون متشربه عشان يبقى طعمها حلو. طبقات، ممكن طبقه واحده بس، مش لازم اعمل كذا طبقه. انا هنا بس بحب دايما ازود شويه يعني اجود في الحركات، بس احنا مش لازم في البيت نعمل كذا طبقه، ممكن طبقتين ممكن طبقه واحده بس حسب اللي انتوا حابين. وابتدي بس افرق الكريمه اللي معايا، كريمه زبده فول السوداني او زي ما قلت اي نوع مكسرات انتوا حابين. بالبندق هتبقى خطيره برضو، بالفستق هتبقى رهيبه ورهيبه. تمام نبتدي بقى ننزل بالطبقه اللي بعدها. كانت بتتشرب بتبقى متماسكة أحسن عن لو مش متشربة. شربات تقيل، بأكد شربات تقيل مش شربات خفيف عشان ما تتكسرش معانا بسهولة. واللون ده مظبوط جدا اللي هو اللون الذهبي، لازم تبقى لونها ذهبي مش فاتح عن كده. مش قادرة اوصف لكم الريحة برضو. تمام ننزل بقى بآخر طبقة. بحيث يبقى شكلها كده معانا. تمام وهبتدي فوق بقى ادهن كده طبقة بسيطة مش للطرف، يعني هوصل يعني مش للطرف خالص عشان هسيب حتة للكريمة، للكريمة بس عشان تزيين. ممكن بنفس الكريمة دي نزين على فكرة، بنفس الكريمة دي نحطها في كيس حلواني ونزين عادي ينفع. موز تحفة تحفة يتعمل ده، اصلا ممكن يتعمل كاسات، يعني الموز ده يتعمل كده ويتعمل منه كاسات تبقى فظيعة برضه. وتحمصوا مثلا بقيه الجلاش لو عندكم باقي جلاش كده اطراف يتكسر ويتحط برده في الكوبايات عادي جدا. كده استهلكت كل الكميه اللي معايا دي، وانا قلت ضعف عشان عامله تورته كبيره شويه فدي تعتبر ضعف. تمام جدا نبتدي بقى نزين، بقى نعمل شوية حركات ونزين.
انا مش هعملها رز التات، هطلع على طول لفوق بس. رز التات اللي احنا بنلفها، بس انا هعملها لفوق زي ما احنا شايفين كده، تدي شكل مختلف. تمام. هنجيب بقى، عندنا موز وعندنا فول سوداني مجروش. نقدر ان احنا ناخد الموز كده ونقطعه، طب قبل ما احط الموز انا بفكر ان انا احط الفول السوداني المجروش بقى بطريقة يا هيتحط في النص يا هيتحط في الاطراف. انا بفكر ان انا احطه في الاطراف. هنا كده. تمام بالشكل ده كده. ناقص الموز، يا اما يترص بقى ما بين كل وردية يا اما يترص في النص، تختاروا ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. بس انا اللي بالموز في الاطراف دي عملتها قبل كده، يعني اللي هي بالموز يترشق كده هنا كل واحده موزه 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 من بره، عملتها قبل كده. فالمره دي عايزه اغير بصراحه، هي شكلها حلو وهي مترشقه بره في الكريم يعني، وانا مرشقاها هنا كده في كل واحده كده من بره حلوه قوي، بس انا عملتها قبل كده. انا عايزه بقى المره دي اعمل ورديه في النص، بما ان الموز بيدينا الفرصه ان احنا نلعب بيه كده كورد، ما نلعبش ليه بيه كورد؟ صح ولا غلطانة؟ تمام جدا، انا شايفه كده حلو، مش محتاجه اي حاجه تاني زياده. لو حابين ممكن بس تحطوا مثلا موز يبقى هنا في الاطراف، تبقى في الحشوات يعني كحشوه باين ان في موز، بس ده يتعمل بالظبط قبل التقديم الموز ده، عشان ايه؟ الموز ده مش هيستحمل معانا، ميستحملش. تمام، فده بالظبط قبل التقديم. ممكن تروحوا حاطين ايه الموز كده.
بالشكل ده. تمام، احنا كده خلصنا. انا هكمل بس ادخل الموز كده في الاطراف. نروح هنا بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض مشروبات بترفع المناعة بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. هفكركم قبل ما نروح الفاصل عملنا وصفتين. اول وصفه كانت مكرونه بالطريقه الظريفه قوي دي الملونه وفوائد كتيره فيها، وعملنا مع بعض كمان تورته من الجلاش البقلاوه، زيناها بالكريمه المكسرات سواء الفول السوداني بقى او اي مكسرات عندكم، ممكن بالفستق يبقى لونها اخضر، ومعاها بقى موز، وطبعا مش عايزه اقول لكم بقى الطعم. طيب بس كده المناسبه باكد. دلوقتي بقى هنعمل مشروبات لا للمناعه، لرفع المناعه، قصه تانية. تمام، هنعمل ان شاء الله مشروب الخوخ بالجزر والبرتقال، ومشروب الكيوي لرفع المناعه، ومشروب البنجر والفراوله. نبتدي بأول واحد اللي هو مشروب الخوخ بالجزر والبرتقال. معانا كوباية عصير برتقال أو أكتر، جزرة مقطعة ومسلوقة ومهروسة، 3 حبات خوخ مقطعين ومسلوقين نص سلق، وعسل أبيض للتحلية حسب الرغبة. تمام، يفضل ما نحطش تلج علشان ما نرفعش، يعني التلج من الحاجات اللي إيه مش بتبقى صحية قوي، يعني الأفضل الواحد يشربها بدرجة حرارة الغرفة. تمام، هنضرب كل ده مع بعض ونقول على الفوائد. نحط كل المكونات. الجزر يفضل بقى ان الواحد يهرسه، يعني يسلقه في مية على قده ويهرسه فيها. تمام، ومعانا العسل معلقة واحدة كده كبيرة وخلاص مش اكتر. وتمام، نبتدي ان احنا نضربه. حلو قوي، ما نصفيش بقى، نشربه بكل الالياف اللي فيه، افيد كتير قوي قوي قوي. تمام كده، ده اول مشروب رهيب. طبعا هنلاقي ثلاثة الوانات مختلفة، الثلاث مشاريب الواناتهم مختلفة. تمام، طيب هنخش بعد كده في المشروب اللي بعده، نعمل اللي هو اللي بالبنجر.
عندنا مشروب البنجر، هقول لكم على المقادير. بخليه بس اقول الاول، طب خلاص نقول المقادير وبعدين نقول الفوائد، هقولها بعد كده في الاخر. تمام، حبه بنجر مسلوقه، كوبايه فراوله مفرزنه او طازه، معلقه صغيره جنزبيل مبشور، معلقتين كبار عسل ابيض، وشويه ميه حسب الاحتياج. تمام، هنحط البنجر والفراوله والجنزبيل، ومعانا برضو العسل. بما اني استخدمت دي انزل بدي على طول بقى، معلقة واحدة. وهنحط شوية من المية اكتر شوية معلش، ونضرب. بنجرات كبيرة شويتين تلاتة، هايل لونه يجنن. نحط بقى اللون اللي بعده هنا اهو، تحفة زي ما احنا شايفين. بس خلي بالنا قوي، البنجر من الحاجات اللي بتبقع، فخلوا بالكو. اوبس، هشطفها بس لحظة واحدة. تمام، نعمل المشروب اللي بعده. معانا بقى مشروب لتقوية المناعة، وهو مشروب الكيوي. هقول لكم على مقاديره، معانا 5 حبات كيوي او حبة اناناس حسب اللي موجود، عسل ابيض للتحلية، مية حسب الاحتياج، واوراق النعناع، وعصير نص ليمونة. وفي ناس كمان تحب تحط معاه رايب، لبن الرايب بيبقى برضو تحفة. نحط كيوي كده، نحط عليه المية، عصير الليمون، النعناع، والعسل. معلقة واحدة بس انا هدلع اللي هيشربه. تمام، هزود شوية مية ويلا بينا نضرب. تمام، ونقدم معانا تليفون. الو، ايوه الو، ايوه ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انتي عامله ايه؟ انا زي الفل حبيبتي، اهلا بيكي. عندك كام سنه؟ بحبك جدا يا حبيبتي. عندك كام سنه؟ 13 سنه. اهلا بيكي يا جميل. تحبي تعملي وصفات بتاعتي؟ اه. جربتي ايه قبل كده؟
انا الصراحه ما جبتش حاجه. طيب بس متابعه البرنامج على طول صح؟ منوراني. قولي لي عندك اي سؤال؟ قولي. ممكن تقولي لي على طريقه عمل الشام بلح الشام؟ حاضر ان شاء الله ان شاء الله نعمله قريب. خلاص احنا خلاص رمضان داخل، هنعمله قريب جدا 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 واحلى من السوق كمان ان شاء الله. حبيبتي منوراني. طيب بصوا بقى، احنا خلصنا كده مع بعض الوصفات، هقول لكم بس على يعني الفوائد بقى، عشان دي مهمة جدا ان احنا نعرف الفوائد مع بعض. واحدة واحدة بقى، احنا معانا للجزر طبعا، احنا عارفين الجزر صحي جدا للعين وبيقوي جدا المناعة وبيقلل الكوليسترول ومحارب قوي جدا ضد السرطان ومكافحة امراض القلب، تحفة وحلوة قوي للجلد. طيب البرتقال برضو بيقوي المناعة بيرفعها ومكافح برضو ضد السرطان، ممتاز يعني مكافح ضد السرطان او بيقلل الاصابة بالسرطان لانه بيرفع المناعة وده اهم حاجة. تمام عندنا بعد كده، والفيتامين سي طبعا في البرتقال عالي جدا وده بيرفع معانا المناعة. طيب عندنا بعد كده فوائد البنجر، بيساعد على خفض تقليل ضغط الدم وبيحسن قوة العضلات. وعندنا فوائد الفراولة برضو غنية بالفيتامين سي وسعراتها قليلة جدا وبتقوي طبعا الجهاز المناعي ومليان كل حاجة هنا مليانة بقى مضادات الأكسدة ودي مهمة جدا للمناعة بجانب فيتامين سي. عندنا طبعا فوائد الليمون برضو بيعزز كمان الجهاز الهضمي وبيقوي المناعة، ده أساسي معنا، وتقوية اللثة والأسنان. ولكن ما نسيبش الليمون على السنان أبدا، لازم نشرب مية بعدها ونغسل سناننا بعد ما نشرب الليمون كده، بعدها كده بنص ساعة نقدر نغسل سناننا. عسل النحل بيساعد على علاج الجروح والحروق وبيقلل الإصابة بالإسهال وبيقلل مشاكل ارتجاع المريء وبيقلل طبعا من اعراض نزلات البرد لانه بيقوي المناعه برضو ومضاد حيوي طبيعي، وده اقل شيء يتقال على العسل لان العسل مليان فوائد اكتر بكتير جدا. تمام عندنا بعد كده فوائد الكيوي، مبدئيا قبل اي حاجه غني جدا بفيتامين سي وبرضو هايل مضادات اكسده وبيحمي الخلايا جدا، خلايا الجسم. ودايما مرضى السرطان بيتوصوا انهم ياخدوا الكيوي والاناناس الطبيعي مش المعلب. تمام وبيعزز صحة العين والجهاز الهضمي. تمام عندنا فوائد الاناناس، بيساعد برضو على الهضم، وفي مادة بقى ممتازة وهي مادة معينة بتحرق الدهون، ممتازة موجودة في الأناناس البغمالين. طيب فوائد النعناع، معالج طبعا هايل للجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز التنفسي ومسكن للآلام وبيكافح برضو السرطان وبيقلل أو بيظبط انخفاض ضغط الدم وهو علاج للغثيان. كمية فوائد رائعة موجودة وده جزء منها، ده مش كل الفوائد برضو. احنا كده خلصنا التلات انواع من المشروبات، شايفين الوانهم تجنن، كفاية الالوان لوحدها كل لون بفيتامينات وفوائد لوحدها. بتمنى تجربوا الوصفات دي وتقولي رأيكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. هنراجع الزور عملنا ايه. عملنا مع بعض مشروبات ووصفة طبعا مشروبات لتقوية المناعة، وصفة مكرونة حادقة
فيها فوائد حلوة إن شاء الله ومختلفة عن التقليدي. وعملنا حلو كمان بقلاوة محشي بزبدة فول السوداني والمكسرات ومختلفة برضو، وقلنا احنا ممكن نغير في نوع المكسرات. بتمنى يا رب الوصفات تكون متنوعة النهاردة، و يعني كل حد يلاقي نفسه في حاجة هنا إن شاء الله، وفي النصايح تكون دايما بتفيدكم. وطبقوا وقولوا لي رأيكم دايما، واشوفكم بكرة على الهوا إن شاء الله على خير بإذن الله. يلا باي باي.